القلم يا صاحبي شافت العين، شيء يخلي مبدع الوصف محتار، يعزف على بالي من الشعر تلحين، في روضي وصف مبتلي ورد وزهار. سمعت قول للرجال الحكيمين إن الحرار انعقبت جابت أحرار، واليوم يا شعري على الخيل نوين ناصف أصيل النادر ضمن الدار. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الخيل الأدهم اللي هو الأسود، الأقرح اللي هو البياض اللي في الجبهة، الأرثم اللي هو بياض الشفة العليا، محجل الثلاث، مطلق اليد اليمنى. هذه كلها صفات ما شاء الله موجودة في شهريار. أول شيء أذني لازم تكون من فوق زي هلالة، هذه أذان الخيل العربية الأصيلة. أيوة. الشيء الثاني تكون الجبهة عريضة، تكون دائرية كبيرة مسطحة وتكون عريضة. الشيء بعدين الثاني هو المحجر العين، يكون عنده محجر عين كبير وحبة عين ودائرية وسودة وكبيرة. صرنا نحب الخيل ونروح لها نجلس معها أكثر ما نجلس في بيوتنا. هل الحصان في وقت السباق بعد يعني إحساسه يحس بالخيال واليمين واليسار؟ هو يفهم أنا إيش أبغى، وأنا أفهم الحصان إيش يبغى، يعني إذا كان مضايق من شيء أو كان خايف من شيء، زي يمكن شفتوه خايف من المسبح لجا عنده يحاول إنه يشفل عنه ويحاول يوخر عنه. حنا معك في العسر والضيق واللين، وحنا لها ولها ومنها وليها، حكمك عدل في ظل نخلة وسيفين، وجودك مع الناس وكرمك. ما قال مو أنت تقول كذا وكذا وكذا، كيف تسوي كذا؟ صرت ناقد، فمعنات إن العيون تبي تكون عليك وتبي تكون تحت مقصات الرقيب. تخيلك على صراط منه يصعب طلوعك في حد سيف دق أصغر من السلك، إلا برحمة واحد سد جوعك اللي خلقك من التراب وتكفلك. شفت الدموع اللي تطيح بركوعك؟ هي والله اللي عند ربك تجملك.